والله يا مصطفى انا تعبان تعبان وتايه، وفجاه لقيت رجلي جابتني علانه. يا حبيبي ده بيتك ومطرحك، انت بتتكلم في ايه؟ نورتنا والله يا باشمهندس، معلش يعني على سوء التفاهم اللي حصل اول مره، كنت شرفتنا. حبيبي يا فاروق، تعرف ده اسوأ موقف مر عليا في حياتي. يا باشمهندس ده انت مصطفى بيعتبرك اخوه، اخو مصطفى يبقى اخويا. طب انا هسيبكم بقى عشان تعرفوا تتكلموا براحتكم. ماشي يا فاروق. بقول لك ايه يا ناير، انا متهيالي انه بعد اللي حصل النهارده انا بقول كفايه قوي كده، ونتكل على الله ونبدا من بكره اجراءات رجوعك الامارات. رجوع يا مصطفى، انا ما صدقت مسكت اول خيط. خيط ايه وحبال ايه يا ناير، انت هتجنني معاك. ما تفوق بقى، فوق بقى وشوف مصلحتك وشوف مستقبلك. انا مش راجع غير لما الاقي مراتي وابني. مراتك وابنك موجودين هنا، وابوها موجود هنا، وهو قالب عليها الدنيا. وبصراحه بقى لو هي هتتلاقى يبقى ابوها هو اللي هيلاقيها مش حضرتك. يا حبيبي ابوها ده هيكون كبير، ايش تكون انت جنبه. انت شفت يعني عمل حاجه؟ ما انا اللي وصلت لحسن قبله. مفيش فايده، مفيش فايده، صوتك دايما من دماغك.